من الشعر حكمة. هرم الناس وكانوا يرضعون عندما قال المغني عائدون. يا فلسطين وما زال المغني يتغنى، وملايين اللحون في فضاء الجرح تفنى، واليتامى من يتامى يولدون. يا فلسطين وأرباب النضال المدمنون، ساءهم ما يشهدون، فمضوا يستنكرون ويخوضون النضالات على هز القنان وعلى هز البطون. عائدون ولقد عاد الأسى للمرة الألف، فلا عدنا ولا هم يحزنون. أيها الناس قفا نضحك على هذا المآل، رأسنا ضاع فلم نحزن، ولكننا غرقنا في الجدال عند فقدان النعال. لا تلوموا نصف شبر عن صراط الصف مال، فعلى آثاره يلهث أقزام طوال، كلهم في ساعة الشدة آباء رغال. لا تلوموه، فما كان فدائيا بأحراج الإذاعات، وما باع الخيال في دكاكين النضال. هو منذ البدء ألقى نجمة فوق الهلال، ومن الخير استقال. هو إبليس، فلا تندهشوا لو أن إبليس تمادى في الضلال. نحن بالدهشة أولى من سوانا، فدمانا صبغت راية فرعون، وموسى فلق البحر بأشلاء العيال، ولدى فرعون قد حط الرحال. ثم ألقى الآية الكبرى يدا بيضاء من ذل السؤال، أفلح السحر، فها نحن بيافا نزرع القات، ومن صنعاء نجني البرتقال. أيها الناس لماذا نهدر الطاقة في قيل وقال؟ نحن في أوطاننا أسرى على أي حال، يستوي الكبش لدينا والغزال. فبلاد العرب قد كانت وحتى اليوم هذا ما تزال تحت نير الاحتلال، من حدود المسجد الأقصى إلى البيت الحلال. لا تنادوا رجلا، فالكل أشباه رجال، وحواة أثقلوا الرقص على شتى الحبال، ويمينيون أصحاب شمال يتبارون بفن الاحتيال. كلهم سوف يقولون له بعدا، ولكن بعد أن يبرد فينا الانفعال سيقولون تعال. وكفى الله السلاطين القتال. لا تنادوا رجلا، فالكل أشباه رجال، وحواة أثقلوا الرقص على شتى الحبال، ويمينيون أصحاب شمال يتبارون بفن الاحتيال. كلهم سوف يقولون له بعدا، ولكن بعد أن يبرد فينا الانفعال سيقولون تعال. وكفى الله السلاطين القتال. إنني لا أعلم الغيب، ولكن صدقوني ذلك الطربوش من ذاك العقال. أذكر ذات مرة أن فمي كان به لسان، وكان يا ما كان يشكو غياب العدل والحرية، ويعلن احتقاره للشرطة السرية، لكنه حين شكى أجرى له السلطان جراحة رسمية، من بعد ما أثبت بالأدلة القطعية أن لساني في فمي زائدة دودية. لا تسألوا كيف اختفت لافتتي الشعرية، لا تسألوا، فهذه الأوطان تعتقل الفأس إذا ما حلت الأوثان.
وهذه الأوطان تودع الملاك دوما عندما تستقبل الشيطان، وهذه الأوطان إذا أتاها ظالم تذبح كل طائر مغرد وزهرة برية لأنها تخشى على شعوره من منظر الحرية. حلفتكم بالله ألا تلمسوا أوتاري الصوتية. يا ناس إني صامت وأحمد الله إذا لم أعتقل بتهمة الكتمان. فالشاعر الشريف في أوطاننا يدان أو يدان؟ يا سادتي تلك هي القضية. من الشعر حكمة.